أقيم في كنيسة العذراء الناصرية في الصوفية بعمان قداس إلهي حاشد ترأسه الأب أنطوني هريمات كاهن الرعية بحضور المونسنيور حن الكلداني وجمع من الشمامسة والخدام ومعظم فعاليات الرعية والمؤمنين. وقد قدم القداس على نية الأب هريمات بعد انتهاء خدمته بعمان وتكليفه برعاية الجماعة الكاثوليكية التابعة للبطريركية اللاتينية في قبرص. وفي عظة القداس تحدث الأب حنا كلداني الذي تعين خلفاً للأب هريمات في رعية العذراء الناصرية بعمان وقال: البطرك أخذ هذا القرار بعد أن اتبع نفس الآلية الصلاة والمشاورة، لأنه رأى في أبونا أنطون الكاهن الكفؤ والكاهن الأمين والكاهن المحب للكنيسة وللرب يسوع. باسم غبطة البطريرك وكل البطركية اللاتينية وباسمكم جميعا نشكر أبونا أنطون على خدمته في هذه الرعية وكل الرعاية السابقة. خدمة مار بولس في قبرص، في أفاسوس، في فيليبي أنشأت بينه وبين الرعية علاقات محبة ومودة قائمة على شخص الرب يسوع وعلى حنان الرب يسوع. من قبل مار بولس أولاً، من قبل الراعي هو اليوم أبونا أنطون، يقول الكتاب: والله شاهد لي إني شديد الحنان عليكم جميعاً في قلب يسوع المسيح. وهكذا كان أبونا أنطون. وبولس في حديثه مع أهل أفسس يقول لهم: لأني لم أقصر في إبلاغكم بتدبير الله كله، والآن أستودعكم الله وكلمة نعمته وهو القادر على أن يشيد البنيان. أبونا واللي قبله واللي بعده، نحن خدام لكم في المسيح يسوع، والرب هو الذي ينمي الجماعة المسيحية. قال هذا بولس ثم جثى فصلى فيهم جميعا كما يفعل أبونا أنطون اليوم، وفاضت دموعهم أجمعين. الرعية بتحب الراعي، هو بحبها بقلب يسوع. فألقوا بأنفسهم على عنق بولس وقبلوه طويلا. وهكذا تفعلون وستفعلون. هذه العلاقة الروحية، العلاقة بين الكاهن والشعب المسيحي. هذه علاقتي أنا بأبونا أنطون، وهو صديق قديم. وقام صداقتي مع أبونا أنطون كيف نستطيع ككهنة أن نخدم الرب، نخدم الكنيسة. على حد قول مار بولس: تنافسوا في إكرام بعضكم بعض وفي إكرام المؤمنين. كيف نخدم كنيسة الله وكيف نبلغ الرسالة؟ كما قدم أبناء الرعية رموزاً روحية تحدثت عن خدمة الأب هريمات ومتانة علاقته بالرب يسوع وأمنا العذراء مريم من خلال الإنجيل والصليب والسبحة الوردية وغيرها من الرموز الروحية. وبمشاعر المحبة الجياشة خاطب الأب هريمات الرعية شاكراً لهم دعمهم لخدمته طوال 9 أعوام مضت. إنما أريد أو قبل كل شيء أنه أشكر ربنا، أشكر الله تعالى وأمنا مريم البتول على دعمهم إلي، وقفتهم معي رغم ثقل الصليب، فالصعوبات كانت كثيرة والطريق لم تكن دوما سهلة يا ما كانت وعرة. استغل المناسبة لأرحب باسمي وباسمكم بقدس الأب حنا كلداني الكاهن الغيور خلفه. خير خلف، بالواقع هي ثالث مرة أبونا حنا كلداني بأخذ محلي. برم الله إجا بعدي، أخذ محلي يعني إجا بعدي، وبأبو ظبي هو اللي حل مكاني واليوم هو بحل محلي. أيا هلا فيك أبونا. بالواقع بشكر كل واحد فيكم، لأني شعرت إنه وجدت في كل واحد فيكم أخ وأخت وصديق، وكل بيت من بيوتكم شعرت إنه هو بيتي.
الله يخليكم، أشكر كل واحد فيكم على صلواتكم ودعمكم الروحي، كما أشكر دعمكم المادي لكل المشاريع اللي تمت. يا ما حكيت، كل هذا بنفسكم، كل هذا بنفسكم وقلبكم، ولولاكم ما استطعت إنه نساعد 222 عائلة. بكرر شكري لكل واحد فيكم ولكل تعريف حطت في سبيل إدخال البسمة لهؤلاء الناس. بدي أشكر قناة نورسات، نورسات الفضائية بقيادة الدكتورة باسمة السمعان اللي واكبت دوما مسيرة العطاء. هذه القناة اللي اخترقت جدران آلاف وآلاف من المساكن المسيحية، ومعلنة البشرة السارة، دائما كانوا يجوا حتى ينقلوا هاي البشرة السارة إلى جميع أنحاء العالم. ألف شكر، وأنا بحمي رأسي إجلالا إلكم. وفي نهاية الاحتفال الكنسي تبادل الآباء وأبناء الرعية سلام المحبة وإخاء المسيح.